استوديو الورقة وخويا جواد أبريزونش عادل فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير ويا ليا نعود تاني بغينا حال حسن باللي كان شوفي يا امي كيراني الحمد لله غادي مزيان حتى اللي كان مونستي بس حوايج واخوان مكان حصلت هنا يا براني تخلطات وراني حشمان قلت لك ناس الرشيدية في الحضرية في الغيبية تحية كبيرة ناس عرفود الموت على خويا وحبيبي عبد الفتاح الدغمي اللي ربط عليه امي وما نساوش خويا بوعبيد الوكيلي واحلى حياة الحياة بلا حياة ما هي حياة كي العياد راني على امي انتي ندويك هي في بلاد انا في بلاد ايا صبري غير كون قوي نبقى الحال هكذا بزاف هاد الدنيا غادي نخويك ماشي على هادشي نعتاد وايد في قلبي راه مكوي فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير خويا جوان العروبي والناس ديال ميلانو تحية كبيرة لأمي عيدة الله يطول في عمرها خويا سيمو تركيا الحضرية في الغيبية عزيز وغالي واغلى تحية ناس ديال تركيا السون زولي الناس ديال المهجر كاملين الموت عليكم يلا يا اللي ظلمتوني كي حسيتو عمر الباطل ما كان طريق اللي في القلب ما خرجتو في لسانكم شكون يتسيل مشيتو بعيد وليتو والصديق في وقت الضيق درتو خيال ودرقتو فرج الله قريب قريب فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير فيها خير لي جسم عنده مرحبا وقلب مسلم وكاتبة ما عرفنا الدنيا شنو جايبة غايكون الخير فيها خير ويا الحباب الغالي يلي في المهجر كاملين صبرت وما زال صبري غايكون الخير فري غايكون الخير.
تحية خاصة لخويا نبيل ضمضم والناس يا سيدي قاسم. منساوش الناس ديال الهماسيس أحمد الطنايبي أحمد راك تما. وأغلى تحية خويا عز الدين المتوكيل